شرير متخفي ولا بريء؟ أحمد فهيم لغز رمضان 2023 وقربته بخالد صالح مفاجأة. شرير ولا بريء؟ ملامح سيد العمدة أخو جعفر العمدة محيرة الجمهور جداً. بيحب أخوه فعلاً طيب ولا معقول يكون شرير متخفي وهو اللي خطف ابنه زمان؟ شخصية سيد العمدة خطفت الأنظار من أول يوم في رمضان، ومع كل حلقة من مسلسل جعفر العمدة بيتعلق بيه الجمهور أكتر. مش أول نجاح له ومش أول شخصية الناس تقعد تتكلم عنها، كمان ناس كتير بتحس إن ملامحه قريبة من فنان مشهور رحل عن عالمنا وهو الراحل خالد صالح. المفاجأة بقى إن فعلاً بتجمعه صلة قرابة بالراحل خالد صالح، وكان له دور كبير في مسيرته الفنية. تعالوا أقول لكم إيه حكاية سيد العمدة أو أحمد فهيم. أحمد فهيم رصيده الفني حوالي 60 عمل ما بين السينما والدراما، لكن مشاركته أكتر في الدراما. هو من مواليد 1973، درس دراسات حرة في فنون التمثيل لمدة سنتين. دخوله التمثيل ما كانش مجرد صدفة أو واسطة، بالعكس ده قرأ كتير عن فنون التمثيل وكان بيعشق التمثيل بسبب خالد صالح، وكان كمان معتمد على النصايح والملاحظات اللي كان بيقدمها له. طيب يقرب إيه لخالد صالح واللي فيه شبه كبير بينهم؟ أحمد فهيم يبقى ابن أخت خالد صالح، وكان بيشتغل معاه مساعد في بدايته الفنية، وبيروح معاه كتير التصوير والمسارح، وشارك معاه في أدوار صغيرة في البداية في مسلسلات زي مسلسل بعد الفراق ومسلسل تاجر السعادة. كمان شارك في مسلسلات مهمة كتير زي خاتم سليمان وطاقة نور، أرض جو، والجماعة، وريح المدام. أما أول فرصة حقيقية له كانت من خلال مسلسل العار. إيه أكتر الأدوار اللي بتحبها لأحمد فهيم؟ وممكن نقول إنه شارب الصنعة من خاله؟